اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي في المونديال ولما نقول الاهلي في المونديال نقول ان من حق جماهير النادي الاهلي لانها جماهير النادي الاهلي انها تحزن لما النادي الاهلي لا يتواجد في نهائي المونديال اصل هو الاهلي كده دايما بيرفع سقف الطموحات مش مشكلتنا والله ان احنا مشجعين للنادي الاهلي وبنحلم دايما اننا نشوف الاهلي خارج كل القواعد ودايما بيحقق كل الاستثناءات، لكن قبل مباراه بالميراس قلنا ان الاستثناء اللي حصل في ظروف صعبه جدا امام مونتيري صعب جدا يتكرر، ولكن عشنا الحلم وقلنا يا فارس نحلم اننا نصعد للنهائي ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي سفن النادي الاهلي بما لا تشتهي سفن النادي الاهلي وزي ما اسامه قال لكم الفرق كبير جدا 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 فوق ما تتصور ايوه فعلا احنا زعلانين بس انت زعلان عشان في نصف نهائي كاس العالم للانديه بتخسر انت متخيل سقف طموحاتك مش زعلان ان انت في بطوله ما شاركتش فيها على مر تاريخها او ان في بطوله انت مالكش وجود فيها او ان في بطوله حتى حتى ما جربتش تسافر تلعب فيها مباراه ولا تسنتر فيها فدرجه حزنك واعلى درجات حزنك دايما بقول هي اعلى حته في طموح المنافس ما يقدرش يوصل بسعادته لحزنك انت يعني اعلى ليفل لما المنافس يوصل بيه في السعاده مش هيوصل لدرجه واحده في حزنك سعادته الكبيره اقل من اقل احزانك، وعشان كده النادي الاهلي غير اهدافك وطموحاتك غير طريق انت واي فريق تاني عمرهم ما هيتقابلوا. نتمنى بس ان يكون الحزن ده فيه كمان شعور بفكره ان انت مش مشجع لاي نادي، وان دي كره القدم، وكره القدم دائما وابدا مش هتديك دائما الانتصارات، وان دائما وابدا هيكون في حواجز، هيكون في فروق فرديه هيكون في قيمه تسويقيه لكن قادرين لسه نحلم من تاني وان شاء الله نكون في كاس العالم القادم وان شاء الله يكون الظروف افضل الاستعدادات افضل والاحلام تكون افضل والانجاز يكون افضل ان شاء الله بالتاكيد ظروف النادي الاهلي لو انت استعرضت الفرق اللي شاركت في مسابقه كاس العالم للانديه هتلاقي اصعب ظروف مر بيها نادي هي ظروف النادي الاهلي وده مش تبرير ده مش مبررات ده واقع وحقائق هنستعرض في الحلقه ان ناس كتير مؤمنه بيه خارج الجمهوريه العربيه او جمهوريه مصر العربيه لان ناس كتير من شمال افريقيا ومن الخليج عارفين كويس قوي ما مر به النادي الاهلي من تعارض للمواعيد وحته بقى ان انفنتينو اعتذاره ده شيء اصلا غير مقبول لان في النهايه ما حدث هو كالعاده عدم تكافؤ فرص وكالعاده عدم تقدير لقاره بالكامل تدعى قارة افريقيا وممثلها وبطلها النادي الاهلي، خلاص الكلام عدى والوقت فات ولكن في النهاية احنا أمام مباراة صعبة بل صعبة جدا، أمام فريق قوي بل قوي جدا بنحترمه ولكن النادي الاهلي بيحترم دائما كل الفرق وأيضا كل الفرق مهما كانت قيمتها التسويقية ومهما كانت قوتها لابد أن تحترم النادي الاهلي وهي مباراة على تأكيد النادي الأهلي على مشاركاته وتحقيقه للميداليات النادي الأهلي بيأتي بتحقيق ميداليتين في خلال مشاركاته في بطولة كأس العام الأندية نتمنى بإذن الله يكون يوم السبت البطولة الثالثة إن شاء الله